رائع جدا انه حتى لعيبه النادي الاهلي من خارج المنتخب الوطني، لعيبه الاهلي الاجانب، شوفوا لما بيشاركوا مع منتخبات بلادهم او لما ما يتمش اختيارهم، شوفوا انتماء جمهور الاهلي واحساسه بيهم عامل ازاي مع علي معلول على سبيل المثال. مجرد ما استبعد يا باشمهندس من القائمه التونسيه انطلقت حملات الدعم والمسانده لعلي معلول، لدرجه انه الراجل لما اتكلم في الاذاعه التونسيه اتكلم وهو عنده تقدير كبير جدا لدور جمهور النادي الاهلي في دعمه ومساندته. لا طبعا، شوف الاهلي دائما دائما هذا الرباط الخاص بين الاخلاص وجمهور الاهلي حاجه بتسبق اي اعتبار. هم يروا ان علي معلول ده بقى زي جيلبرتو كده وفلافيو، في ارتباط هائل بينه وبين جمهور الاهلي لاخلاصه وانتاجه، وشايفين انه محتاج دعم فلا يبخلوا عليه بالدعم. هو نفسه تشوف علي معلول في الاذاعه التونسيه؟ اه طبعا مهم. نشوف الجمهور المصري، اطار جمهور السياسات يتعاطف معك برشا ممكن، جمهور الاهلي المصري وليزاشتاغ اللي شفناهم على تويتر اللي شفناهم في ريزو سوسيو شيء من وراء العقل. الحمد لله. شوف الكرة تنجم تربح برشا حاجات، تنجم تربح تعمل فلوس، تعمل كارير كبيرة، وفهمت ما يحب الناس والناس كل تعرف يعني عندهم دي الاكسبيريونس، حب الناس باش تربح جمهور كبير كيما جمهور السي اس اس جمهور الاهلي المصري ماهوش ساهل، سيرتو الكرة في مصر ماكش ماهوش ساهل باش تجي ملاعب ايترونجي وتكسب حق الناس هذيك الكل. معناتها نشكرهم برشا على التعاطف معايا اليومين هذوما، وان شاء الله يشوفوا مني كان خير. هو اللي جا في ليزيترونجي نتاع الاهلي المصري من فلافيو جيلبرتو، ما ثم حتى ملاعب ايترونجي حبوه في مصر الا ما جاء بعد سنوات، ممكن بعد 10 سنين ولا اكثر، باش جا علي معلول باش حبوا علي معلول واجايز هذا كيف كيف. الضغط كبير في اللعبه. معناتها ما يتحبوش بسهوله الملاعبين. مش سهل بيان سور، كما تداش عندك لي كاليتي يعرفوا الاخلاق نتاعك، ما يوصل الجمهور كيما جمهور الاهلي باش يحبك. كل ما هو المطلوب منك وانت لاعب في النادي الاهلي ان يشعر باخلاصك واجتهادك، ويشعر بانك انت فعلا منتمي لهذا النادي، يبادلك الحب والانتماء والتعلق. وهو ذكر حتى الاسمين اللي انا قلتهم فلافيو وجيبرتو، وحطتهم قدامه وحطت المثل بتاعهم وحطت علاقه الجماهير بيهم لحد النهارده قدامه، وبدا يشعر يعني بيقرب من هذا النموذج، بيتمتع بهذا الحب. ده معنى الوفاء، ودي أهمية الرياضة أستاذ إبراهيم، أن تغرس فيه قيم حقيقية جمالية ترقى بالنفوس. مش نفضل طول النهار نستخدم ألفاظ ونخدش الحياء ونشتم بعض ونعاير بعض في لحظة مش عارف بنكسب منها إيه.